صباح الخير عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بألف خير. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف ألف خير. في هذا الفيديو هذا غادي نخليكم تعيشوا معايا اجواء عيد الفطر، فما تنساوش تدخلوا لاشين، تضغطوا على سبسكرايب او على سابوني او على زر الاشتراك، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديدي. واجدين مستعدين، ليتس جو. ليكم بعد ما فطرت مع العائله ديالي، الان غادي نهبط نساعد الام ديالي في تحضير وجبه الغداء، فخليكم معايا. ما تغدينا خسرت القشيعات، كيف كتشوفوا عيني كيتشدوا. غادي نمشي نعس شويه وش من بعد غادي نفيق وغادي ندير المونتاج لهذا الفيديو هذا اللي كتفرجوا فيه الان. هاي انا جبرتوني دابا غادي نمشي نبارك العيد على عزيزه وعلى خلاتاتي كاملين. بالنسبه للبسه لبست الفليطه، فوالا كيف ما كتشوفوا هذه كون شريتها دي فاكتو، شريت واحد لو توب في الكحل ومع الكبيبا، وهذا ما كاين. بالنسبه للميك اب ما درت والو، كنعمل غير كريمه الشمس وصافي. بزاف ديال الناس كيسقسيوني كيقولوا لي هند علاش الفيديوهات ديالك ما كتعدلش ايتو. انا ما كيعجبنيش المكياج بزاف، هذا ما كيعنيش انني ما عمري ما درتو او شيء من هذا القبيل، لا بالعكس. فانا المراهقه ديالي جاتني على الميك اب، كنت كنعدل ونحلق ويعني حاله ما هي حاله. لكن ملي مشات المراهقه رجعت للطبيعه ديالي، دونك خليكم معايا ما تمشيو فين. الجواب ديالها الراجل خرج طاق بشامات شي كسيده، ربي يحفظ يا رب. شي حاجه شي هذا شي واحد هذاك الاعظم الله تعالى المره اللي كتقابل تيها الحاصنه. اول مره انت حنا كتاكل داك الاكل ما دقتوش ما دقتوش هذاك راه غادي معدل الدار الزوج بلي انا هذا الزوج كيعطيوها كبيار. يعني المهم الروز على حقه وطريقه، يعني مغربي 100%. وجدي ودا محمد فوق منه وقلت له زعما قلت انا كليت الماكله ديال تما ديالو. Thank you.
يا حبيباتي. دابا جبرتونا ماشي ناكلو لا كلاس، خليكم معايا. هيا كل ما يشرب القابل غير سماع، هيا كل ما يشرب القابل غير سماع. عمل لي واحدة فيها ليمون وفريسة. لا 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 تخافشي ما نبين لك شي وجهك واخا تا 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 هاي الستان ديال مانتينا صحتكم وراحتكم لا كلاس تا 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 ايه فوالا دابا شفينا لا كلاس ونمشيو فحالنا للدار ليتس جو. ودابا جبرتوني ماشي فحالي للدار وبالتالي غادي تكونوا قديتو معايا كل ايام عيد الفطر. كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير. خليت لكم الراحه تبقاو على الف خير.